بجدد شكري معالي الوزير أخي وصديقي الدكتور عمر على كل هذه اللفتات الجميلة واللفتات المهمة. وأنا بحكي لك أن هذه رسائل مهمة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى كل من يعبر له عن الوقوف إلى جانبه. الشعب الفلسطيني اليوم بتعرض إلى حرب إبادي، إلى حرب تشريد، إلى حرب تدميرية بتشمل كل شيء. وبالتالي هذه الرسائل، رسائل الدعم، رسائل المساندة، رسائل المعنوية التي تقوم بها حقيقة رسائل مهمة جدا. أولا رسالة مهمة للشعب الفلسطيني أنه في أشقائه في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي وأحرار العالم بيقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأيضا هي رسالة مهمة لهذا الاحتلال الإسرائيلي أنه الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في مجابهة آلة الدمار والقتل وهذا الإرهاب المنظم الذي يمارس بين قوسين باسم أنها الديمقراطية أو باسم أنها الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. وكلنا شفنا حجم الجرائم والدمار اللي جرى في قطاع غزة. شكرا لكم مرة أخرى، ونتمنى حقيقة أنه نلقي دائما ولكن في ظروف أفضل. وقد زال وقد دحر هذا الاحتلال عن الشعب الفلسطيني، وقد تحررت فلسطين ونالت حريتها واستقلالها وأصبحت دولة مستقلة بعاصمتها القدس. وشكرا لكم مرة أخرى.